إلى ملفنا الآخر في حلقتنا لهذا اليوم، ففي أقصى الشرق دقت أجراس المنافسة فسمع صوتها البعيد. أبطال قرروا الفوز وبذلوا في سبيله أنفس الأوقات، هم مهندسو المستقبل وفريق جامعة الملك سعود سعف، الذين حققوا للسنة الثانية على التوالي مركز الأول على فرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقطع مسافة 277 كيلو متر بلتر بنزين واحد فقط في ماراثون شل البيئي في آسيا عام 2018. إنجاز جميل يسجل لشباب هذا الوطن. شوف التقرير وراجع. شارك فريق سعف من جامعة الملك سعود من كلية الهندسة في مسابقة شل السيارات صديقة البيئة، حيث يتنافس فيها المشاركين لبناء مركبات بمواصفات خاصة لتحقيق أعلى كفاءات ممكنة من الوقود. ولم تكن هذه المشاركة هي الأولى لفريق سعف في مسابقة شل، بل كانت له مشاركات أخرى حصدوا فيها جوائز عديدة، وكان آخرها هذه المشاركة التي أحرز فيها الفريق المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والسابع على مستوى آسيا. ويأتي هذا النجاح ضمن منافسة قوية بين 20 دولة وأكثر من 2000 طالب عن طريق صناعة سيارة تعمل بأقل نسبة بنزين سميت رياض، والأخرى تعمل بالطاقة الكهربائية سميت فايبر. وتهدف هذه المشاركة لتحفيز الطلاب وإظهار الأفكار الإبداعية لديهم، وأن تكون مكملة لما يتلقاه الطلاب في القاعات الدراسية. بدر بن مشعل، الاستديو الإخبارية، الرياض. هؤلاء هم أبطال جامعة الملك سعود، للسنة الثانية على التوالي حققوا ما شاء الله المركز الأول على فرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعني صراحة إنجاز جميل، ويشرفنا صراحة أن نلتقي فيهم ونستضيفهم ونعطيهم الوقت أنهم يتكلمون عن هذه المشاركة. معي على يميني معاذ العتيبي، مساعد قائد فريق سعف. حياك الله معاذ. الله يحييك ويبقيك. أهلا وسهلا. بشرنا عنك. وأيضا عبد العزيز الحماد قائد فريق سعف، حياك الله. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. بداية نقول لكم مبروك صراحة، هذا الإنجاز تستاهلونه، وهذا مو بغريب على شباب الوطن، الكلام هذا فعلا حقيقي. هذه إنجازات تسجل الآن. أتكلم معك عبد العزيز، كونك أنت قائد فريق سعف، شفنا نظام السيارات هذا غريب، يعني له فورميلا اللي نعرفها ولا هي السيارات، فحدثنا عن تفاصيل هذه المشاركة. طبعا هذه هي عبارة عن مسابقة تقدمها شركة شل العالمية، شركة شل مختصة في النفط والوقود وقطاع الطاقة بشكل عام. السباق بدأ في أمريكا في عام 1939، فالسباق له تاريخ يعني يزيد عن حوالي 70 سنة. طبعا احنا مشاركين على النسخة الآسيوية، طبعا السباق فيه أكثر من نسخة، النسخة الأمريكية والأوروبية والآسيوية. احنا موفرين لأكثر من قارة مثلا. إيه، هي على مستوى قاري، فاحنا مشاركين على مستوى آسيا. الحمد لله المرة الرابعة هذه السنة، الحمد لله تونا راجعين يعني أمس، الحمد لله. ما شاء الله، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طبعا هي المرة الرابعة للفريق. مشاركتنا طبعا بدأت من 2013 وإحنا جاهزين نستعد. شاركنا في أول مرة 2015، كانت أول سيارة صممناها اللي هي رياض ون.
2016 شاركنا بسيارتين جديدة، سيارة رياض 1 كانت سيارة غازولين. نشوف هذه الصور عادي إذا بتعلق عليها. أي. هذه هي رياض 2 هذه. هذه رياض 2. رياض 1 ما أدري إذا لها صورة أو لا، لكن هذه هي رياض 2، هذه هي الإصدار الثاني اللي إحنا شغالين عليه 3 سنوات الماضية. هاي تعمل بالبنزين. في عندنا سيارة ثانية، سيارة كهربائية شاركنا فيها في 2016 و2017. طبعا رياض 1 شاركنا في أول سنة 2015. رياض 2 شاركنا فيها في 2016 و17 و18 ما شاء الله، اللي هي الاسبوع الماضي. ايه. طبعا اول مشاركه كانت اول مشاركه سعوديه دخلنا احنا. ايه. كاول جامعه تدخل. طبعا شاركنا احنا من ضمن الجامعات اللي دخلت بدعوه، طبعا كانت البدايه دعوه من شركه شل. فكنا من ضمن الجامعات اللي كانت لها السبق في هذه المسابقه على مستوى السعوديه. الجامعه السعوديه الوحيده؟ لا مو الوحيده. في جامعات ثانيه، بس احنا كنا من الدفعه الاولى اللي دخلت السباق. حلو. طبعا الحمد لله اول سنه كان تجربه غريبه. اول جامعه تدخل سعوديه، ما عندنا اي تصور عن السباق، فكان كذا نحاول نطلع في شيء رهبة شوي. في رهبه. وشي احنا ما ندري وشو، يعني ما مقدمين على شيء، اول مره نجربه، تجربه جديده في السعوديه كامله. بس اعطوكم معلومات قبل يعني عن الموضوع. اكيد اكيد في تقدر توصل محتويات، لكن مهما كان ما المحتوى ما يوصل مثل الخبره. لما يصير يبدا عندك خبره تبدأ يكون استيعابك الموضوع أكثر، قدرتك على التطوير أكثر. فكانت أول مشاركة في 2015، الحمد لله كنا جبنا طبعاً كأول مشاركة كان رقم اعتبر كويس جداً، 99 كيلومتر لكل لتر، هذه في 2015. طيب 2015 أنا بوقف عند هذه. أنا بسألك بس يعني وش سالفة كل لتر؟ يعني هم ما يعطونكم إلا بالقطارة يعني؟ ليش النظارة عشان نفهم؟ هو طبعاً يوفرون تانكي خاص للفيول. خزان الوقود معين موافق المواصفات حقتهم عشان تنطبق على المواصفات على السباق نفسه. طبعا السباق الهدف الاساسي منه في جميع الحالات توفير الوقود. ما في اي غرض ثاني غير انك كيف يعني هدف توعوي، خلينا نقول بس بطريقه فيها تنافسيه وفيها سباق. هو في اهداف عده، منها هدف توعوي، تطوير، هدف تحفيز الطلاب الجدد الشباب على كيف يدخلون في هذا المجال، كيف يطورون. هو يعتبر كخطوه اولى في مجال السيارات، لكن خطوة بسيطة. فهي تعتبر بداية جدا ممتازة. فيعطونكم اللتر ذا او انتم تصممون السيارة ذي على احنا نصمم السيارة وفق المواصفات الخاصة، القوانين انها تكون ضمن نطاق معين، فتوفر في الوقود. طيب هذه اول مشاركة كانت 2015 وحققتم مركز 99 تقول؟ اي 99 كيلومتر لكل لتر. 99 اي، بس المركز كان وشو؟ المركز كان التاسع على مستوى اسيا. حلو. أنا بسأل كمان معاذ، يعني معاذ أنت مساعد لقائد الفريق، أول شيء وش مهامكم يعني؟ وش المساعد وش يسوي والقائد وش يسوي؟ المساعد ممكن أنه يساعد الرئيس في إدارة التواصل مع شركة شل وفي إدارة التواصل معهم، لأن كل فترة يطلبون مقاطع فيديو وش أنجزتي خلال الفترة اللي راحت. في متابعة مستمرة حتى قبل السباق وبعد السباق؟ لا في مراحل متعددة التسجيل، فكل مرحلة تحتاج إلى نوع معين من الملفات، من البيانات، صور، مقاطع، أشياء زي كذا. فتحضرها أنت يا معاذ؟ أنا وعبد العزيز مع بعض. طيب وش كمان يكون أدوارك أيضا في نفس السباق لما تروحون هناك؟ في السباق نشرف على الشباب بحيث الشباب كلهم يكونوا موجودين داخل البوث، نشتغل على القطع الغيار مثلا اللي هي تعطلت، مثلا دخلنا السباق وتعطلت بعض القطع نرجع نحاول نصلحها في أسرع وقت ممكن عشان ندخل في الجولة اللي بعدها. هذه من الأشياء اللي الصيانة اللي موجودة هي صيانة عامة لكل السيارات ولا صيانة خاصة بشباب الجامعة؟ لا كل واحد مع فريقه يعني؟ مع فريقه ويجيب العدة الخاصة فيه. طبعا معاذ كان جزء من المشرفين على فريق المحرك. فكان عضو فعال فيه جدا يعني. ما شاء الله. وش الأخطاء اللي تكون موجودة أحيانا تجيكم في وسط السباق كذا؟ في قطع استعملناها كثير في الرياض، كان ضمن اختبارات اللي كانت موجودة في الرياض فاستعملت كثير جدا. فاضطررنا نغيرها قبل ما ندخل للسباق. مثل شمعة الاحتراق هذه استعملناها كثير في الرياض. وقطعنا عليها تقريبا أكثر من 100 كيلو. فأول ما وصلنا هناك سنغافورة اضطرينا نغيرها. الكفر أول ما وصلنا كان عن طريق الشحن، اكتشفنا الكفر كان منسم أو مبنشر. فاضطرينا نغيره في وقت بسيط على أساس ندخل في الفحص الفني ونتعدى الفحص الفني. الحمد لله أول فريق يعدى الفحص الفني من أول يوم. ما شاء الله، يعني صراحة مبدعين في كل المجالات ما شاء الله عليكم. طبعا انتم تتبعون لأي كلية في الجامعة؟ كلية الهندسة؟ طبعا احنا نعمل تحت مظلة مركز الإبداع والابتكار الطلابي في كلية الهندسة. المركز يعمل تحت إشراف الكلية،
بإدارة من الكلية، بدعم من عمادات الجامعة، كل عمادة تطوير شؤون الطلاب، عمادة التعليم، عمادة تطوير الشؤون الأكاديمية. فيعمل تحت، بس بشكل أساسي يعمل تحت مظلة كلية الهندسة. جميل. وإحنا معنا الآن عبر الهاتف الدكتور وليد بن محمد زاهد، عميد كلية الهندسة بجامعة الملك سعود. مساك الله بالخير دكتور وليد، حياك الله. مساء الخير للشباب اللي عندك، الأطفال معاذ وعبد العزيز، ومساء الخير للمشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا فيك دكتور، يعني نبارك لكم هذا الإنجاز، وفعلا هذول أبطال وإحنا نتشرف فيهم. وهذا مكانهم صراحة، أنهم يطلعون في الإعلام ويورون الناس الإنجاز اللي حققوه. دكتور يعني ذكر هو يعني عبد العزيز ومعاذ أنه يندرجون تحت كلية الهندسة بالجامعة، فواضح الشغل الكبير اللي قاعدة تسويه الكلية لطلابها، فليتك تحدثنا عن هذا النشاط اللي إشراك الطلاب في أنشطة الجامعة. نعم، جزاك الله خير. جميع الأنشطة حقيقة هذه الصفية نعتبرها للطلاب على مدى سنين طويلة. حقيقة الكلية الآن حريصة على أنه الطلاب يشاركوا في كثير من المشاريع والمسابقات اللي هي حقيقة بتضفي نوع من التحفيز للطلاب على أنهم يفكروا بشكل إبداعي ويبتكروا، وإضافة لأنهم حقيقة تزرع الثقة في نفوسهم. طبعا هذا لا يتم إلا بتوفير يعني بيئة مناسبة ودائما هالأنشطة. فمن خلال المركز الإبداعي والابتكاري للطلاب في كلية الهندسة حقيقة عملنا على إنه شبابنا يعني يعملوا في هالمجال، بحيث إنه تكون هذه الأنشطة مكملة لجميع الخطط الأكاديمية التي تعمل عليها الكلية. الهدف الأساسي حقيقة هو كما ذكر تحفيز الإبداع والابتكار، وجعل الطلاب إنهم يمارسوا حقيقة ما يتم يعني أخذوا في المقررات والأكاديمية وما شابه. جميل. أيضا كيف تقدمون للطلاب الدعم الكامل، يعني لما يروحون يشاركون في مثل هالمسابقات الدولية ويحققون إنجازات؟ هذا أكيد أنه دعم أيضا من الجامعة أيضا، وإيمان بقدرات الطلاب. أكيد ما في شك، مع المدير الدكتور بدران العمر حقيقة من الجماعة المؤيدين والداعمين بشكل مستمر لجميع الأنشطة سواء في كليتنا أو في كليات أخرى حقيقة، بحيث أنه نضمن أنه يعني نوفر لشبابنا جميع الاحتياجات من أجهزة وأدوات وتوفير بيئة مناسبة. إضافة حقيقة في هناك شركات في القطاع الخاص تعمل بشكل دائم على دعم هالمشاريع. في مشروع أو في منافسة ماراثون شل البيئي في هذا العام حقيقة شركة سابك ومجموعة الراشد دعمت الشباب بشكل جيد حقيقة، وتمكننا من أن ننتقل إلى سنغافورة ونوفر لهم يعني السكن والنقل بشكل يتناسب مع احتياجات الشباب. جميل. المشاركة الجاية للشباب فين حتكون إن شاء الله؟ والله مشاركاتنا احنا سنوية بنشترك في ماراثون شيل البيئي، هناك عندنا حقيقة مشاريع أخرى في الكلية ليست فقط الماراثون، يشارك فيها الطلاب من جميع التخصصات. في عندنا مشروع القمر الاصطناعي بنعمل عليه الآن تقريبا من حوالي سنة، والسنة هذه إن شاء الله هنشارك أيضا في مشروع المنزل الشمسي المستدام. هو مشروع حقيقة بتنظيم من وكالة الطاقة الأمريكية وأيضا وزارة أو هيئة الكهرباء والمياه في دبي. هذا حقيقة مسابقة عالمية يتم فيها تصميم منزل شمسي بشكل كامل يعتمد على الطاقة الشمسية، وأيضا جميع المواد المنشأة منها المنزل تكون مواد محلية. فالآن احنا لنا تقريبا في التصميم ما يزيد عن سنة ونص، وإن شاء الله مفروض احنا في نوفمبر القادم يكون البيت جاهز بنبني. الآن تقريبا في خلال أقل من شهرين حنبدأ في تنفيذ البناء. فريق مشروع كبير يعمل فيه أكثر من 120 طالب من مختلف التخصصات، وأيضا تشاركنا فيه كلية العمارة والتخطيط، وهذا حنتم بناءه إن شاء الله في المدينة الجامعية، ومن ثم يتم تفكيكه ونقله إلى دبي لتقييمه هناك من قبل لجنة التقييم، وأيضا حيشاهده عشرات الآلاف من الزوار، إضافة إلى يعني أنه يكون قابل للسكنة وتسكن فيه عائلة إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله نحقق يعني مركز متقدم في هالمنافسة، وهذه تقع أول جامعة سعودية، جامعة الملك سعود تشارك في منافسة المنزل الشمسي، وأيضا حقيقة الماراثون الشل البيئي احنا من أول جامعة حقيقة كان لنا الشرف ان احنا نكون مشاركين ممثلين للجامعة وللمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك دكتور وليد زاهد، عميد كلية الهندسة بجامعة الملك سعود، يعطيك العافية. طيب عبد العزيز، ذكرتم انكم يعني في استعدادات كانت مبكرة قبل ما تروحون لسنغافورة. اكيد. تمام. من متى بديتم هالاستعدادات؟
طبعا احنا بدينا من الصيف، من الصيف احنا بدينا نشتغل على اسعات للسنه هذه، مشاركه السنه هذه من تقريبا من بدايه رمضان. كانت هي بدايه الاستعداد للتجهيز للمشاركه. بدانا في الصيف بتطوير المحرك، تطوير الكفر حق المكيه حق البادي نفسه، عدلنا بعض التعديلات في البادي حق السياره بحيث انه يكون ايروديناميكي اكثر، انسيابي اكثر في الهواء، عدلنا في الترانزميشن سيستم نظام نقل الحركه. فكان في عده تعديلات، منها اشتغلوا عليها فريق التصميم واشتغل عليها فريق المحرك. فكان في جدا شغل عميق جدا خلال هذه الفتره. ما شاء الله كم عددكم؟ طبعا احنا العدد الحمد لله، طبعا الفريق كل سنه يتجدد الفريق. أي. ناس يدخلون ناس يطلعون. اي ناس يدخلون ناس يطلعون. انا طبعا الحمد لله شاركت السنه الماضيه وشاركت السنه هذه، كنت قائد السنه هذه لله الحمد. جميل. طبعا الفريق ينبني على خبرات من سبق. فكل العمل ياتي بتدريج، تراكمي كمان. تراكمي. النتيجه اللي تطلع في النهايه هي ثمره الزرع اللي البذره اللي زرعت في البدايه. سلام. فنبدا، فكان فيه جدا تناقل خبرات من البدايه، الاثر كان فيه واضح جدا، كل سنه في تطوير، نقل للخبره من سنه الى سنه. كان عمل جدا مستمر متواكب. لكن السنه هذه الحمد لله كان نجاح مرضي الحمد لله. جميل. يعني يوم الايام بنشوفك معاذ قائد الفريق في السنوات الجايه. انا نفس عبد العزيز خريج باذن الله. انتم خريجين؟ اذا تخرجتم خلاص ما يكون لكم. هو المشكله من شروط المسابقه انه يكون العمل طلابي. ايه. فما يقدر شخص من خارج الجامعه انه يدخل، فاذا تخرجنا ما عاد لنا فرصه ان ندخل. كلكم خريجين ما شاء الله. الحمد لله. طيب اتمنى لكم التوفيق اكيد. طيب لما وصلتم هناك، طبعا نفس العدد، عدد الفريق كامل وصل معكم هناك؟ لا طبعا من شروط المسابقه انه مو بكل العدد يروح، طبعا عدد الفريق تقريبا 25 شخص للسنه هذه. فاللي يروحون 10 من 8 الى 10 اشخاص هم اللي يسمح لهم بالذهاب وفق شروط المسابقه. فالحمد لله السنه هذه كان قدرنا نوصل الى 277 كيلو لكل لتر للسنه هذه. طبعا لو تشوف الرقم الاول كيف تضاعف الرقم اللي وصلنا لها السنه، الرقم الاول 99 للسياره الاولى. 99 فقدرنا نوصل السنه هذه الى 277. طبعا هذه اكيد عن الخبره اللي اي اكيد اكيد هي الخبره تنبني. حلو. والتطور التطوير يجي مع الوقت، مع الخبره، مع المعرفه. لكن الحمد لله يعني هاي النتيجه كانت. طيب. جيده ممتازه. انا بسال معاذ انتم يعني تجتمعون في الايام العاديه ايام الدراسه وتناقشون الوضع وكيف المشاركه بتكون وكذا؟ عاده بريك الغداء دائما في الجامعه يكون يمكن اديس اعرف بريك الغداء دائما في الجامعه يكون هو فرصتنا الوحيده ان نجي داخل المركز ونشتغل على السيارة أو نخطط وش بنسوي بعد الدوام. لأن معروف طلاب الهندسة يعني يعانون يعني يدوب موادهم صراحة. صحيح. كيف يكون عندك وقت أنك؟ هو نجتمع عادة اجتماعنا الأسبوعي يكون يوم السبت في الويكند، واللي ما عنده مشكلة مثلا يجي يوم الجمعة الخميس بعد الدوام يبدأ يشتغل. فأنا بديت كنا نشتغل على توزيع المهام وسط الأسبوع. فكل أسبوع لازم يكون في عدة مهام توكل إلى بعض الأشخاص، وفي نهاية الأسبوع نشوف كيف في محاسبة. مو محاسبة، نقدر نقول ان نتاكد ان خلصوها على اكمل وجه. ايوه كنا نظام العمل اللي كنا مشتغلين عليه انه في اجتماع اسبوعي وفي مهام اسبوعيه. فكل مجموعه اشخاص عندهم مهام لهم ينجزونها خلال اسبوع، في اجتماع اسبوعي يتم مراجعه المهام. اللي يشوف اللي ينجز، ايش المشاكل اللي صارت خلال الانجاز، وبنحاول نطلع حلول للمشاكل اللي طلعت. طيب معاذ، يعني قبل شوي كان معنا الدكتور وليد زاهد وكان يقول انه فعلا احنا ككلية نعتمد كثير على الطلاب ونشركهم في النشاط والى اخره. انت من يوم ما دخلت الكلية وش الانشطة اللي مارستها، وهل هذا الشيء فعلا يعني شاهدته كل الطلاب يمارسون النشاط؟ هو يعتمد على الطالب في المقام الاول. بس الجامعة يعني بذلت كل الجهود بحيث ان الطالب يشترك. انا اشتركت في نادي الهندسة الصناعية السنة الماضية، وكان كل اهتمامي في داخل النادي. حلو. فبعد ما شفت الجرائد اللي طلعت في الجامعة وتابعت الحساب فريق سعف، يعني انبهرت بأن سيارة كاملة صممت داخل جامعة الملك سعود وانتجت داخل الملك سعود وبأيدي الشباب سعوديين، ودخلت الماراثون وقدرت أنها تسجل رقم. يعني شدك هذا الشيء؟ يعني أنا عندي هواية السيارات. فالتحقت على طول فيهم؟ قدمت، وكان فيه مقابلة شخصية مع الدكاتره. حلو. يعني حتى النظام احترافي، في مقابله شخصيه. مقابلة شخصية. هذا الشخص بيخدم الفريق او لا؟ صحيح. فكان في مقابله في مركز ابداع وابتكار،
وضمن وعلى نتائج هذه المقابلة هل ستشترك الفريق أم لا، وعلى نتائج هذه المقابلة في أي الفريق مقسم عدة أقسام، ففي أي فريق تدخل يعني فريق المحرك أي فريق؟ فريق المحرك هذا يعتبر احس انه اهم فريق يعني صح، لانه المحرك السياره وهذا اهم شيء يعني يعتمد كلها على بعض، فممكن بفريق تصميم وزن السياره يؤثر شيء كثير، فاتوقع حتى فريق التصميم يعني مهم، لان فريق التصميم يستخدم مواد كومبوزيت ماتيريال اللي هي مركبه خفيفه وفي نفس الوقت قويه، فشوفنا يعني فريق التصميم بعد لا زال ممكن حلو فعلا، هي كلها طبعا تكمل لبعض اكيد. عبد العزيز انت ايضا وش طموحاتك يعني الان لما تتخرج؟ انت سويت انجاز كويس مع الجامعه، المفروض انه كل الاشياء اللي سويتوها والخبرات اللي اكتسبتوها اثناء الدراسه تطبقونها بعد التخرج. اكيد اكيد طبعا طبعا هو الطموح جدا كبير، انا اتمنى صراحه ان الفريق يستمر على نفس الرتم في التطوير، في زياده الارقام، تطوير المحرك ان شاء الله، يعني متفائل جدا في الشباب في السنين الجايه يعني انهم يطلعون بارقام احسن من هذه، ننافس فيها على مراكز اعلى من كذا ان شاء الله، يعني جدا اتوقع صراحه في مستقبل كبير جدا لهذه المشاركه خلال سنتين. لكن انت شخصيا بعد ما تتخرج هل تتجه لهالمجال، مجال مثلا ميكانيك السيارات او مثلا مجال هندسي؟ هو يتوفر فرصه الان صرنا نصنع طائرات، يعني صقر واحد كانت معنا قبل كم يوم هنا في نقاش عن شباب سعوديين يعني صنعوا هالطائرات، فهذا اتوقع ما يبعد كثير يعني مجال مثلا الطائرات السيارات. اي اكيد اكيد، هو اذا توفرت الفرصه ما نقول لها لا طبعا، لكن اكيد اذا توفرت الفرصه في مجال الطيران، مجال السيارات، كلها مجالات جديده وفي توجه حكومي كلها لهذه المجالات، فاكيد اذا توفرت الفرصه ما حد بيرفضها. اخيرا طيب معاذ، وش تقول للطلاب الجامعه اللي مثلا توهم ملتحقين بالجامعه في سبيل انه يلتحقون بهالانشطه؟ لان هالانشطه احيانا ترى تسقل الموهبه، يكون عندك موهبه انت ما انت داري عنها، الجامعه دي هي اللي تنمي الموهبه دي عندك. من الفوائد خبرتك طبعا من الفوائد والله استفدتها في دخولي هذا الفريق، قابلت شباب ما شاء الله تبارك الله ونعم الشباب، ما كنت اقدر اقابلهم لان تخصصاتهم تختلف عن بعض، فما كنت اقدر اقابلهم في غير مثل هذه الانشطه، راح تتعرف على ناس كثيرين، راح تنمي عندك بعض المهارات مثلا في السفر، فقابلنا افريقيا غير يعني اجنبيه ودخلنا تفاهمنا معهم وشفنا وش سووا وجو عندنا في شوفوا فريقنا وش سوى فريقنا، فشوفنا هذه تنمي بعض المهارات اللي ما تستطيع تنميها بالدراسه. فعلا الجامعه ما هي مكان بس تجي تاخذ فيها دروسك محاضرات وتمشي. صحيح صحيح، مثل المدرسه. اي اذا ما تطبق فيها وتشارك الجامعه الانشطه والفعاليات ولا ما حتكون عضو فعال زيكم ما شاء الله عليكم. هو طبعا ميزات الفريق ان في تنوع كبير في التخصصات اللي داخله في المشروع، فيطلع خريط جميل. يا سلام، فهذه من الميزات الموجوده عندنا في الفريق. وانتم جميلين صراحه، وانا شرفت اني تعرفت عليكم وان تحاورت معكم، لانه يعني صراحه ترفعون الراس وانجاز حققتوه، يعني نبارك لكم اياه من جديد. شكرا لك عبد العزيز الحماد قائد فريق سعف، وعم معاذ العتيبي ايضا مساعد القائد. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.